يلجؤون للمدارس التي تقدم دروس دعم في الأيام الأخيرة قبل الامتحانات الرسمية. أصبح الطلبة اليوم يفضلون المتابعة درسا بدرس تماشيا والمؤسسة التربوية حتى لا تتراكم الدروس. التفاصيل مع هاجر زليلف. بعد مرور 3 أسابيع عن الدخول المدرسي، تعرف الدروس الخصوصية والدعم إقبالاً معتبراً من الطلبة المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا شهر جوان القادم، أين فضل هؤلاء المباشرة في المتابعة مع بداية الموسم. هذا العام عندي الباك، دونك لازم نكون سيريوس دي الديبي، وبديت ندير دوكا هكذا باش على فان جوغ ما تكونش عندي لا بريسيون اي تو. هاد ليكول جا في موقع استراتيجي قدام دارنا، قدام الليسي وقدام تخاموسي، دونك ماشي غير انا اللي ساعدني، ما اللي يسكنوا بعيد. دونك كان نخلي الدقيقه الاخرى بالك ما نلقاش البروف المليح، ما نلقاش بلاصه، بالك لا كلاس تكون بزاف شارجي وما تساعدنيش. مدرسة زروقي أحد المدارس التي تقدم دروس دعم بأساتذة أكفاء معتمدة نظام صارم وتعداد قليل للتلاميذ داخل القسم حتى يتمكن الطلبة من الاستيعاب. عندنا نظام تلاميذ يحترموه، كاين نظام في المدرسة هذه، عندنا أحسن الأساتذة في المدرسة الموجودين على الساحة. أنا نكزيجيو نظام على التلاميذ، لابد أن يكون كل راس منظم، لأنه في نهاية السنة يقدر التلميذ يراجع براحة تامة، وكل عام عندنا نتائج مبهرة، نحقق نتائج رائعة جدا والحمد لله. أصبح تلامذة البكالوريا يعتمدون على دروس الخصوصية اعتمادا كبيرا وربما على حساب المؤسسات التربوية نظرا للمتابعة المستمرة والنتائج المتحصل عليها، عامل آخر دفعهم للجوء إليها.